السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هب كورة. اكتمل الأربع فرق بتاع دور قبل النهائي لأمم أفريقيا. الحمد لله في دولتين عربيتين في قبل النهائي، ونتمنى نهائي عربي ما بين تونس والجزائر. زي ما توقعت، أنا كنت عامل حلقة عن الأربع فرق اللي أنا متوقع أنهم هيصعدوا لدور قبل النهائي، والحمد لله توقعت نيجيريا صعدت، نيجيريا توقعت، السنغال توقعت، تونس توقعت، الجزائر، والاربع توقعات 100% الحمد لله. يعني الحمد لله، ده هذا يعني هذا من فضل ربي الحمد لله. يعني الفرقتين العربيتين اللي كنا نتمنى انهم يصعدوا صعدوا. تعال نتكلم بقى عن دور قبل النهائي وتوقعاتنا للفرقتين اللي هيوصلوا نهائي، وهنتكلم عن المباراتين بشكل اكتر ان شاء الله. بس قبل ما نخش على احدث حلقات، تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك للحلقه، ويلا بينا نخش على الدور قبل النهائي في أمم أفريقيا 2019 في مصر. طبعا فوز الجزائر بشق الأنفس، أو بمعنى أصح بعد ضغط عصبي، وبعد ما حطونا في ضربات الجزاء وضربات المعاناة وضربات الحظ الترجيحية، الجزائر كانت افضل فنيا، كانت افضل في الملعب، ضيعت فرص، افضل بدنيا، عملت كل حاجة في الكورة، بس حظها ما كانش ماشي معها في المباراة دي. الجزائر ضيعت ضرب الجزاء كانت كفيل الماتش يبقى 2-0، وانتوا عارفين لو الماتش بيبقى 2-0 فخلاص الفرقة التانية بتبتدي تقول. وكمان ايه، ضربة الجزاء كانت في الشوط الثاني، ما كانتش في الشوط الاول، عشان نقول كان فاضل وقت كتير. لا يعني هو 2-0 تبقى عندك المعنويات اعلى والجرينتا اعلى، فاللي قدامك طبيعي بيبقى مهزوز، بيبقى خايف. فكانت النتيجة 2-0 كانت هتبقى اقوى للجزائر، بس الكورة ما دخلتش جول وضاعت. يعني زي ما قلنا دي حظ، غير ان الجزائر ضيعت اهداف كتير. يعني بغداد بنجاح ضيع لوحده جولين او ثلاثه، يعني كان كفيل ان الجزائر تصعد مرتاح، بس ربنا قدر انها توصل لضربات الجزاء. اي نعم كنا قاعدين تحت ضغط، وكل مشجعين الجزائر اذا كان جزائريين او مغاربه او توانسه او مصريين او عرب، ايا من الدول اللي كانت بتشجع الجزائر، كانت قاعده على اعصابها وخايفه من تكرار سيناريو المغرب، وان المغرب كانت بتلعب احسن وطلعت من البطوله بضربات الجزاء. ضربات الجزاء زي ما قلت قبل كده ملهاش مقياس، ملهاش، انت خلاص وصلت ضربات الجزاء يبقى الفرق كلها بتتساوى، عندك نقطتين، الحظ اولا ومهارتك ثانيا، بس الحظ اولا، الحظ هو في ضربات الجزاء. الحمد لله الجزائر صعدت وقدرت انها تصعد من الماتش دور الثمانيه للدور قبل النهائي في مواجهه اللي كنت متوقع التاني انه يفوز ويصعد، طبعا هو نيجيريا. وقع ان نيجيريا هتفوز، ونيجيريا فازت فعلا وصعدت للمباراة القبل النهائي، هتلاعب الجزائر. الماتش مش سهل، الماتش الاولاني هيبقى يعني صعب جدا. نيجيريا والجزائر مباراة هتبقى صعبة، تكافؤ في تكافؤ، وان كان انا شايف ان احسن فرقة لعبت في البطولة الجزائر، رقم واحد في البطولة واللي يستحق البطولة بالارقام وباللعب وبالاداء وبالروح وبكل حاجة الجزائر رقم واحد. الاربع فرق زي ما قلنا اقوى من بعض، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا. يعني اللي يوصل للدور ده فهو طبيعي فرقة قوية، مش فرقة ضعيفة وصعدة يعني انها حظ والكلام ده، لا فرقة قوية انها قدرت توصل للدور قبل النهائي. زي ما قلنا ان نيجيريا كسبت جنوب افريقيا، وماتشها مع جنوب افريقيا انا كنت متوقع ان هي هتفوز على جنوب افريقيا، فنيجيريا فرقة قوية جدا يتخاف منها. لازم الجزائر ينزل من اول وقت عارف كده الضغط بتاعه اللي بيمارسه على الفرق اللي بيلعبها، لازم يعمل الضغط العالي من اول المباراة لاخر المباراة، انصاف الفرص، لازم الفرصه اللي تجيلك تترجمها لجون، مش عايزين حرقه الدم وحرقه الاعصاب بتاعه الماتش اللي فات، عايزين نفوز بنتيجه مريحه تخلينا قبل الماتش بربع ساعه خلاص ان شاء الله الماتش هيخلص 2-0 مثلا 3-1. فالمهم نيجيريا فرقه قويه وفرقه مش سهله، بس ايه، عندنا ثقه في الجزائر، والجزائر فرقه تحترم وفرقه قويه، ان شاء الله تفوز على نيجيريا وتصعد للدور النهائي.
معاها مدرب عالي جمال بالماضي، الروح والعزيمه. انا مش عارف، بشوف ناس بيكتبوا جزائريين ان في حد بينتقد المدرب والفريق، ما انا مش عارف ازاي بينتقدوه، ازاي في اعلاميين في الجزائر بينتقدوه، واحد اسمه بن شيخ ولا مش حاجه زي كده، قريت الاسم ده. فانا مش عارف ازاي بتنتقد فريق الجزائر، بناء على ايه؟ بناء على ايه بتنتقد جمال بالماضي؟ وبناء على ايه بتنتقد فريق الجزائر؟ فريق الجزائر احسن فرقه بتلعب كوره في امم افريقيا السنه دي، انت بتنتقدها بناء على ايه؟ انت اساسا اشد المتفائلين من الجزائريين، كانوا نفسهم ياخدوا اللقب، في حاجه من انك نفسك تاخد اللقب وانك متوقع ان فرقتك تروح فين؟ ما كانش متوقع ان الجزائر يقدم الاداء القوي ده. فيعني شابوه الجزائر وشابوه جمال بالماضي ولعيبه الجزائر والروح العاليه، واشاد بيها اكتر من حد، واشاد بيها بوتريكا وقال دي روح، هي دي الروح اللي الجزائر بتلعب بيها، انا فرحان بالروح بتاعتهم في الملعب. نيجي للماتش التاني، الماتش التاني طبعا تونس نسور قرطاج بعد الاداء الباهت في دور المجموعات، بس مش مقياس يعني. انا قلت بعد دور المجموعات يا جماعه، دور المجموعات حاجه وانك تلعب في الادوار الاقصائيه حاجه تانية. دور المجموعات ممكن تبقى وحش، البرتغال كانت في امم اوروبا كانت وحشه، ثلاث تعادلات، صعدت بثلاثه بونت وخدت البطوله في الاخر، فمش مقياس طبيعي المجموعات. زي ما قلنا تونس ما كانش بتقدم الاداء القوي، بس لما دخلت دور ال 16 قدرت انها تفوز. اي نعم فازت بضربات الجزاء، بس فازت على منافس قوي، فازت على غانا، وغانا مش فرقه ضعيفه، لا غانا فرقه قويه. جات لها الماتش اللي بعد كده مدغشقر، كنت متوقع فوز تونس طبعا على مدغشقر، يعني تاريخ مدغشقر كله يتلخص في اول مشاركه دي. نعم قدموا اداء ممتع، قدموا اداء كويس جدا بالنسبه لاول مشاركه ليهم يوصلوا لدور طبعا الثمانيه، ده انجاز بالنسبه لمدغشقر. بس كان عندي ثقه ان تونس هتفوز على مدغشقر، لان تونس تاريخها اقوى من مدغشقر، تونس اقوى في لعب الكوره من مدغشقر حتى في البطوله دي، فطبيعي كنت متوقع ان تونس، وفازت فعلا 3-0، وكان اداء يعني انا الخزري من اللعيبه ان انا بحبها، لعيب بيقدر يغير في نتيجه المباراه، نزل قدام غانا غير النتيجه وغير الشكل وغير الاداء، ونزل برده في الماتش اللي فات غير الشكل والاداء، وهو اساسا لعيب انا بحب لعب وهبي الخزري. فتونس وصلت لدور قبل النهائي، هتلاعب فرقه قويه وتصطدم بفرقه قويه ومرشحه من اول البطوله انها تاخد البطوله، هي السنغال. السنغال بقياده ساديو ماني. ساديو ماني زميل نجمنا العربي والمصري محمد صلاح في ليفربول والمتوج بدوري ابطال اوروبا. ساديو ماني اللي واخد مع محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي السنه دي بنفس رصيد اهداف 22 هدف. ساديو ماني لعيب يعني ممكن تعتمد عليه، ممكن يشيل لك فرقه. فغيره في كوليبالي، في كذا لعيب، كوليبالي مدافع نابولي، في كذا لعيب في السنغال. السنغال مرشحه قويه جدا، الماتش هيبقى صعب جدا على تونس. لا 50-50 المباراه دي انا محتار ما بين تونس ولا السنغال. قلبي بيقول تونس، انا عايز تونس تفوز عشان يبقى النهائي عربي هي والجزائر، بس عقلي بيرفض الموضوع ده، او لازم تتكلم بعقلانيه، الموضوع صعب. السنغال فرقة مرشحة، السنغال فرقة قوية، عندها لعيبة، عندها مدرب يعني مجهودها في الملعب، عندها لياقة، فالموضوع صعب. أنا شايفها 50-50، وإن كان يتفوق السنغال بنسبة 5%، كمان ممكن 55-45. أنا مش بقول كده، لازم نبقى واقعيين، السنغال أقوى من تونس في البطولة دي، بس مش بالقوة زي ما شفنا فرقة قوية وبتطلع. نتمنى النهائي يكون عربي عربي ما بين الجزائر وتونس، اتوقع فوز تونس. قلبيا قلبي بيقول لي فوز تونس، عقلي بيقول لي الماتش صعب ومش سهل، نتمنى فوز تونس طبعا كعرب، ماتش هيبقى قوي. زي ما قلنا اللي وصل لدور الاربعة، الاربع فرق اقوية، فرق قوية انها توصل لدور الاربعة. الماتشات طبعا ده توقعي، ان الجزائر وتونس في النهائي، دي امنيه ليا ان هم يوصلوا لاثنين نهائي، بس عقلي بيقول لي الجزائر والسنغال في النهائي. مش عارف، حاسس ان السنغال اقوى نسبيا من تونس، بس زي ما قلت مش مهم القوه، المهم الروح والجرينتا، زي ما شفنا الجزائر الماتش اللي فات. نتمنى نهائي عربي ان شاء الله. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. قبل ما نختم، في الكومنتات قول لنا انت متوقع مين هيوصل للدور النهائي، وان شاء الله ان شاء الله نهائي يبقى عربي. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، سلام.